السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعين قناة كمال بروفيو، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. صراحة أجواء رائعة هنا، أكيد أنا عارف أن وسطكم الأخبار ديال شنو وقع. هناك أعداء دائما، أعداء النجاح. أخت سميرة ليكون في علمكم، هذا يعني كنقول لكم داك الشيء يعني بلسان أخت سميرة أنها بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. والنفسية ديالها عادية، بالعكس هي مفتخرة وكتفتخر بكم، لأن الكم الهائل اللي حضر اليوم خلى أن ما يتمش حفل الافتتاح. فلهذا نبغي نقول لكم أنكم اطمأنوا، شكرا لكم جزيل الشكر وكمتابعين على المساندة ديالكم، وهذا الشيء راه تبين على أرض الواقع وماشي في المدينة ديال سميرة بل في العاصمة الاقتصادية. هذا إن دل يدل على أن الحب ديال الناس لسميرة يعني ما مقتصرش في واحد منطقة من مناطق المغرب، بل أنه ربما يعني فات البحورة فات القارات. فهذا مفخرة لسميرة، يكون في علمكم أنها فخورة جدا جدا والله العظيم، وربي شاهد على ما أقول أنني يعني كعرف كان تواصل مع سميرة بخير وعلى خير، وهي يعني أكثر من أن يعني يبقى فيها الحال أن على افتتاح المشروع أو شيء من هذا القبيل، فيكفي أنها ألفت ما بين قلوب المتابعين، لقت متابعين، لقت قنوات من خلال هذا الحفل. اللي ما كتبش زيدي عندي زيدي عندي اللي ما كتبش أنه يتم اليوم، ولكن الربح الكبير هو حب المغاربة. فهذا الشيء اللي بغي نوصل كذلك رسالة للعديان اللي عاجبهم الحال وكيتشمتوا وكذا. فليكن في علمكم أن لا الأخت سميرة لا المجموعة كاملة ما كيناش يعني في العالم ديالكم، فقولوا اللي بغيتو اللي نبغي نوصل لكم، نخليكم تشاهدوا هذه الفرحة ديال القنوات ديال المتابعين. صراحة كنت مشاه وكتسمع الاسم ديالك ما كتعرفش يعني شكون اللي كيعيط عليكم، ما كتعرفش الناس لأنك تشوفهم فقط في التعاليق يكتبوا. اليوم كان لنا الشرف نتعرفوا على مجموعة من المتابعين، ولما لا إن شاء الله نتعرفوا على متابعين جداد يعني شخصيا. فاللي بغي نوصل لكم رسالة أخيرة أن سميرة بخير وعلى خير، يعني النفسية وصلنا الناس كتتكلم على النفسية، نفسيتها رائعة جدا وما كاينش المشكل، بالعكس هي فخورة يعني الكم الهائل اللي حضر. فقنوات كبيرة بزاف وكدير يعني حفل افتتاح المشاريع ديالها وما كيحضرش هذا الكم الهائل، فهذا إن دل يدل على أن فعلا سميرة وصلت إلى قلوب المغاربة، إلى ضيور المغاربة، إلى هواتيف المغاربة اللي يعني توفدوا بواحد الكم هائل من أجل الحضور في الافتتاح. أكيد ما كتبش ولكن ممكن يكون أي شيء، فانتظروا لأن الآن خاص يكون الكتمان. هذا الشيء فكرني في البدايات ديال الأخت سميرة لما كانت كتخرج، كان الأعداء كي يعني من خلال المعطيات اللي عندهم كيوجدوا الخطط ديالهم، ولكن الآن غيبقى هذا الشيء في الكتبان، وانتظروا أي شيء. المهم أي شيء، لما أقول أي شيء إيجابي إن شاء الله غادي يكون إيجابي. هذا الشيء نبغي نوصل لكم، وشكرا لكم على يعني المتابعة ديالكم، وتابعوا هذا الفيديو بارطاجيوه باش يوصل باش الناس تعرف يعني الأخت سميرة أنها بخير وعلى خير، وبالعكس النفسية طالعة بزاف ومفاجآت قديمة. هيا معك حرك اسمك، هاجي ناجي الاخر Yeah, go!
كان رسالة أخيرة أن سميرة بخير وعلى خير، يعني النفسية وصلنا الناس كتتكلم على النفسية، نفسيتها رائعة جدا وما كاينش المشكل، بالعكس هي فخورة يعني الكم الهائل اللي حضر. فقنوات كبيرة بزاف وكدير يعني حفل افتتاح المشاريع ديالها وما كيحضرش هذا الكم الهائل، فهذا يدل على أن فعلا سميرة وصلت إلى قلوب المغاربة، إلى ضيور المغاربة، إلى هواتف المغاربة اللي يعني توافدوا بواحد الكم هائل من أجل الحضور في الافتتاح. أكيد ما كتابش ولكن ممكن يكون أي شيء فانتظروا، لأن الآن خاص يكون الكتمان. هذا الشيء فكرني في البدايات ديال الأخت سميرة لما كانت كتخرج، كان الأعداء في يعني من خلال المعطيات اللي عندهم كيوجدوا الخطط ديالهم، ولكن الآن غيبقى هذا الشيء في الكتمان، منتظروا أي شيء. المهم أي شيء، لما أقول أي شيء إيجابي إن شاء الله غادي يكون إيجابي. هذا الشيء نبغي نوصل لكم، وشكرا لكم على يعني المتابعة ديالكم، وتابعوا هذا الفيديو وبارطاجيوه باش يوصل باش الناس تعرف يعني الأخت سميرة أنها بخير وعلى خير، وبالعكس النفسية طالعة بزاف ومفاجآت قديمة.